بص يعني انا بالنسبه لي يعني الاستبعاد يعني اللي متضايق ليه شويه هو شادي حسين. شادي حسين مش سافيو. بص سافيو خلينا نتكلم ان هو يمكن من ساعه ما انضم للنادي الاهلي ما فيش غير مباراه السوبر بس اللي كان اداها بشكل كويس، بعديها المستوى كيرف نزل. يعني ما بقاش ظاهر. فطبعا انا بالنسبه لي شادي حسين، شادي حسين كنت متوقع له نجاح كبير جدا مع النادي الاهلي بس ما اعرفش، ودي يمكن دايما في تصريحاتي حتى دايما لما بتكلم بقول ان مش اي حد يقدر يلعب في النادي الاهلي. هل هو حط نفسه تحت ضغط جماهيري، ضغط عصبي، ضغط نفسي؟ هل لما اتقال ان هو كان مثلا من ضمن الجماهير على مدار تاريخ النادي الاهلي وبعد كده انضم الاهلي، هل ده بقى لود عليه او حط نفسه تحت ضغط بشكل كبير جدا؟ هل هو كان مستعجل على ان هو يحاول ان يثبت تواجده جوه النادي الاهلي؟ فاعتقد كل الضغوط اللي حصلت دي هي دي اللي اثرت على اداؤه مع النادي الاهلي. هل هو خد الفرصة الكافية لإثبات وجوده داخل النادي الأهلي ولا بص إيه أنت دايما شايف إيه؟ الانطباع الاول يدوم، تمام؟ دي كانت الله يرحمه كابتن ثابت البطل كان بيقولها لنا، الانطباع الاول هو اللي بيدوم. أكيد. اي لاعب بيبقى جديد واول مشاركه ليه مع النادي الاهلي انطباع الاول بيدوم من ناحيه جماهيريه ومن ناحيه اعلاميه ومن ناحيه حتى فنيه. تمام. هو الانطباع الاولاني بتاعه ممكن يكون الاداء بتاعه كان مستعجل على ان هو يثبت وجوده، فابتدت يحس ان هي صعبه، جه المباراه اللي بعديها عايز يثبت برضه، فانت عارف الكوره لما بتعاند طبعا بتصعب شويه. صح. فانا بصراحه حزين على شادي جدا لاني كنت متوقع له نجاح كبير جدا، وكان ومن ولو هو في حالاته كان هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا خلي على فكره. بالك بدايته كانت ماتش الاسماعيلي جاب 3 نقط للاهلي بالهدف الوحيد اللي جابه لحد دلوقتي مع الفريق، بما اننا بنتكلم دايما عن انطباع الاول. فالبدايه ما كانتش وحشه، جبت جون ب3 نقط. بص ايه اللي يعني حصل بعد برضو ما كده؟ كانتش البدايه اللي هي المثاليه. المتوقعه، فقلنا يمكن يعني ممكن اول مباراه ليه ضغط جماهيري، فابتدى بقى المفروض ان انت خلاص حتى يعني كان عامل التوفيق معاك، حتى لو كان الاداء مش مقنع بنسبه 100% كان ممكن الاداء يبقى افضل بعد كده في المباريات. تمام. طبعا مع ابتعاده عن المشاركه فبرضو كل الحاجات دي خليته ان هو يبعد عن المستوى المتوقع. انا بصراحه كنت متوقع ان هو هيعمل شغل كبير جدا مع النادي الاهلي، لان انا من خلال مشاهدتي ليه قبل ما ينضم للاهلي، اولا بنيانه الجسماني قوي جدا، ما شاء الله عليه. انا رؤيته الفنيه، رؤيته داخل الملعب كويسه، بيتحرك كويس، ما اعرفش ايه اللي حصل في النادي مهاراته الاهلي. كمان والله لا يعني هو بص حتى لو عنده كورة. المهاره بتاعته مش المهاره اللي انت بتتوقعها، بس مجمل الاداء بتاعه قبل ما يجي للنادي الاهلي من اللعيبه اللي بتتحرك وبتقف على الكوره وبتخبط والجمهور كان صح شايفه مهاريا اعلى من حسام حسن كمان، ده حقيقه. مهاريا ايوه. الجمهور كان شايفه اعلى من حسام حسن. في بس اتفضل حته في اتفضل. النقطه دي مهمه جدا، يعني انا اتصدمت شويه، يعني اتصدمت في ايه بقى؟ اتخذت سافيو ولا شادي؟ لا طب خليني التركيبه، اسالك السؤال بشكل مختلف. التركيبه الصفقات الجديده دي ايوه، ما هو ده اللي كنت عايز صدمتني اساله شويه. لك. يعني هل طبيعي ان الـ3 صفقات او صفقتين او ثلاثه هم ثلاثة كريستو وسافيو وشادي حسين، هل خروجهم منطقي من وجهه نظرك ولا يعني بتشوف ده ازاي؟ لا هو الفكرة كده ان الراجل مش راضي. مش راضي عن الصفقات او التعاقدات. الفكرة ان هو حتى اختيار كريستو هو اللي مختاره، كان ممكن يبقى موجود معاه حتى في القائمة، يحتاجه لعيب سريع، لكن هو شايفه لسه صغير، لسه ممكن محتاج خبرات معينة. سافيو أدى شوية في بعض المباريات وبعد كده مستواه هبط شوية كمان، فالنهارده مين اللي بيختار الصفقات دي؟ وفي نفس التوقيت أنت النهارده وأنت رايح كأس العالم للأندية، إحنا مش عايزين نضيع فرحة الأهلاوية بكأس العالم للأندية، لكن هل أنت انصدمت يعني أو اتفاجئت بأنك رايح كأس العالم للأندية؟ أنت النهارده حتى القندوسي أنت سبته المنتخب الجزائر في لفتة طيبة يعني من مجلس الإدارة، رغم إن أنت كنت برضه ممكن تحتاجه شوية يخش بديل لأفشة في بعض المباريات اللي ممكن تحتاجه فيها. فالنهارده انت رايح على الله، كلنا رايحين على الله كده، مفيش صفقات جديده، مفيش ترتيبات، مفيش مهاجم الاهلي عمل حسابه معاه، فانا شايف ان الصدمه اكتر لمجلس الاداره اكتر من الجمهور، يعني الصدمه في الاختيارات لمجلس الاداره اكتر من الجمهور. يعني مجلس الإدارة هو المصدوم من اختيارات كولر من وجهة مخطوب نظرك؟ طبعا، ليه لان بقى؟ هو الصدمه يتحملها مجلس اداره ليه؟ لان في النهايه انت بتجيب صفقات ليه؟ تدعيمات ليه؟ حلو. فالنهارده الراجل بيقول لك لا التدعيمات دي كلها انا مش شايفها ايجابيه بالنسبه لي، ودي مشكله. طب ما تيجي نناقشها واحدة واحدة. اتفضل. نتكلم مع بعض. يعني أنت دلوقتي عندك كريستو.
كريستو ده تدعيم للمستقبل خصوصا اللائحه بتسمح لك تمام. فانت لازم تستغل اللائحه تمام. هل اللاعب لحق ياخد وقت عشان يندمج وينسجم مع لعيب النادي الاهلي فبالتالي تستخدمه في كاس العالم يا كابتن ابراهيم؟ طول لسه ممكن يكون ما اندمجش بسهوله. هل ده معناه عدم تواجده في كاس العالم ده معناه عدم قناعه او يساوي عدم قناعه كولر بامكانياته؟ لا انا لا بس انا شايف ان هو كان اداله ودعمه في الـ في الـ في الوقت ده. احنا شفنا نجوم كتير ظهروا في كاس العالم للانديه وصغير يعني كان لويس باتو اللي هو الكسندر باتو الكسندر طبعاً. باتو كان في 17 سنه تقريبا كان انترناشونالي اعتقد ساعتها او 18 سنه فبيلعب وهو صغير جدا فكان ممكن ان هو ياخد بس الفرحه بتاعت كاس العالم القوه الظهور الوجود دي كانت هتفرق معاه جدا 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 يعني. طب ما تبص لها من منظور مختلف انت لما تحط كريستو هتستبعد مين من الموجودين انت فاهم؟ انت لو استبعدت حد تاني من الموجودين هتقول طب ازاي استبعدت ده انت واخد بالك فبالتالي انت اكيد هتروح للناس اللي رجليها في الملعب الناس اللي بتلعب معاك بقى دي المجموعه اللي انا شايفها الاساسيه بالنسبه لي او المجموعه اللي انا بعتمد طيب. عليها في الفتره ادي ده رقم واحد. طيب استبعاد ايمن اشرف استبعاد منطقي ده عادي ما لعبش خلينا نتكلم وبعده بقاله ومن ساعه ما جه تقريبا في مشكله يعني وبقاله فتره كبيره كان عنده اصابه يعني بعدين رجع هو لسه خد وقت كبير سنه وشويه على اعتقد ايمن اشرف بعيد. خلي بالك ان كمان ايمن اشرف كان دايما وجوده سببه ان كان على طول ربنا كان موفقه مع حاله استمرار دايما لغياب المدافعين يعني دايما كان كل ما حد يجي يتصاب ما يرجعش مش عارف ايه فايمن كان مثبت رجله وثانيا كان هو من احسن الناس اللي بتبدا الهجمه من تحت بتلعب كوره اظن ان متولي وعبد المنعم حلوا النقطه دي بالنسبه للجهاز الفني فاصبح ان هو ليه لاعب قصير شايفه ان هو قصير القامه في التغطيات العكسيه هتبقى مشكله عبد المنعم قصير بس اطول من ايمن لا هو الجامب بتاعه حلو لكن هو نفس الطول تقريبا لا 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 عبد المنعم اطول لا عبد المنعم اطول لا حاجات بسيطه 2 سم يعني لا بس مش قصير لا لا عبد المنعم اطول ما شاء الله ما هو ايمن بنيانه الجسماني كويس بس انا بتكلم عن فعلا يعني ايه متكوك شويه طيب جزئيه سافيو اتكلمنا على موضوع سافيو بس هل برضه الاستبعاد منطقي ولا لا بما ان احمد بيتكلم على ايه بيتكلم ان انت طب الصفقات الجديده فين وكلام من ما هو مش عشان انا جايب صفقه برضه اداؤه وحش ادخله ايوه ماشي ما هو ده معناه ايه معناه بيقول مين اللي اختاره وانا مش محتاجه الفتره اللي جايه وفين الحلول البديله اللي انا طلبتها المدربين دول انا يعني الواحد اتعامل مع مدربين اجانب كتير جدا ما عندهمش عاطفه احنا للاسف ما بتكلمش على عاطفه انا بتكلم في الاختيار هو راجل عايز ينجح وشايف ان الشغل ده ايا كان بقى الصفقه دي هو عايز بيهمه ان اللعيبه اللي جاهزه واللعيبه اللي هتكسبني مستوى يعني مستوى سافيو في الفتره الاخيره مش مقنع انا لو مدير فني مش هخليه معايا مهما كانت الصفقه مكلفاني تعالى نتكلم على الجناحات احنا عندنا مين في الجناحات عندك طاهر عندك حسين الشحات طاهر عندك كهربا كهربا خلاص بقى بيلعبوا راس حربه مثلا يعني لو ممكن يبقى حل من الحلول ومين تاني في مين تاني عبد القادر عبد القادر طبعا عندك مجموعه تقدر مش مجموعه على حاجه لا كتير لا يعني انت كده المركز كده في مشكله كام واحد بيرسي تاو بيرسي تاو برده بيلعب راس حربه كده اتكلمنا في خمسه بيلعب راس حرب لا ما هو مش هيلعب بالكهرباء بيرسي تاو بس بقى موضوع الفيرود او الراس حرب ده ما بقتش مشكله دلوقتي لاي مدرب تمام يعني انت لا المشكله ان الاهلي كان محتاج يعني فيرود ممكن في مباراه محتاج فيرود وجناح بتحتاج مهاجم صريح الاهلي كان محتاج راس حربه بس الكره الحديثه خد بالك دلوقتي راس حربه وجناح يعني ممكن ما يبقاش عندك المهاجم في حالته بس تقدر تعتمد ان كهربا لعب مباراه الاهلي والزمالك كان مهاجم فدلوقتي بص على حسب المباريات يعني المقصد ان هو كان في حلول هو كان المفروض ان هم وفروها كمجلس اداره سواء في المهاجم لان الراجل كان محتاج مهاجم وقال على دي كويس طبعا كويس عوده شريف للتهديف مره ثانيه انها تبقى ربنا يسهل ما تبقاش طفره يعني يستمر فيها لكن انت وانت رايح كاس العالم للانديه كنا محتاجين مهاجم وجناح وكنا محتاجين نتمسك شويه بتواجد القندوسي على حساب مين بقى لا في اسماء كتير يعني مثلا عندك خيري تمام يعني عندك عندك خيري لسه برضه بتتكلم عن الخبرات وبتاعه وعندك لعيبه كتير فخري جدا فخري لعيبه كتير في وسط الملعب ولعيبه مميزه والحمد لله كلهم موجودين يعني بتكلم في ديانج والسوليه وحمدي فتحي ومروان عطيه فانت المكان ده عندك مليان فكان الاوفر توفره في جناح سواء تدي فرصه بقى لكريستو او تدي لسافي هكلمك بصراحه يعني انا لو مكانه هعتمد على المجموعه الاخيره اللي كانت بتلعب قدام اللي هو اختار يعني القايمه اللي موجود يعني هعتمد على الناس اللي كانت موجوده في الملعب وشاركت في اخر مباراه ما عنديش المجازفه لانك انت برضو خد بالك بتلعب كاس عالم انديه وبرضو يهمك ان انت تحقق نتائج كويسه وتحقق هزار يعني برضو هيبقى في حساب عليه الموضوع انت مش رايح بطوله وديه